الطالع السعيد. بعد وصول الزعيم الباروني للقابل انتقل إلى قرية الدريز وهي من أعمال القابل، فأقيم له حفل بهيج ألقى خلاله الشيخ العلامة أبو الوليد قصيدة على يديه بين دوي المدافع ورنين البنادق وصهيل الخيول، مهنئا إياه بالشفاء من المرض الذي ألم به، حيث يقول رحمه الله: الحمد لله لا بؤس ولا سقم، المجد عوفيا إن عوفيت والكرم، وزادك الله إجلالا وعافية، وزال عنك إلى أعدائك الألم، وما أخصك في برء بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلم. هذه نفثات سحر حلال نطق بها لسان الحال. شكرا لحضرتك الكريمة في هذا اليوم السعيد الذي هو للمسلمين أعظم عيد، وماذا عسى أن ينظم الناظم وينثر الناثر المجيد، ومآثرك البهية تنادي هل من مزيد. وهذه القصيدة المخمسة قالها أبو الوليد عند وصول سعادة الشيخ سليمان بن عبد الله الباروني بلدة الدريز زائرا. أهلا بهذا الطالع السعيد، أهلا بهذا الموكب الحميد، أهلا بهذا الطالع السعيد، أهلا بهذا الطالع السعيد، أهلا بهذا الموكب الحميد، أهلا بهذا السيد العميد، أهلا بهذا البطل الصديد، لا زال في يمن وفي تسديد، أهلا بمن قد شرف البلاد ومن به هذا الزمان جادا، بشرى لنا نلنا به المرادا، من مثلها هذا الليث إذ تهادى، يختال بالرايات والبنود، من كسليمان إذا منادى، إلى البراز الليث إذ تمادى، قسمه بين النسور زادا، وأردف الطعان والجلادا، لزال في نصر وفي تأييد، له المعالي أعطت القيادة، يحمي الحفاظ ويرى الجهاد، من خير ما المرء به استفادا، فتى إلى الحق دعا ونادى، قد ارتقى منازل السعود، هذه الدريز تشكر الوصولا، تأرجت رياحها قبولا، فكادت الحيطان أن تميلا، شوقا إلى أكفكم تقبيلا، شعارها سعدا لذي الجدود، وكيف لا ونسب البارون نيط بهم كاللؤلؤ المكنون، أكرم به من نسب مصون، سواء البروان والبارون، يا حبذا بالحسب الحميد، وحبذا النسيب والمناسب، علت بكل في العلا المراتب، عندهم فعل الجميل واجب، فهذه لعمرك المناقب، وكم لهم من مفخر عتيد، ولعمان كلها الفخار، به قد شرفها المزار، أم تراها هزها استفشار، فالدهر بالسعد لها دوار، تعودت لطفا من المجيد، على السماء علا لها المنار، إذ قام بالحق لها أنصار، واعترفت بفضلها الأمصار، سح عليها الوابل المدرار، بديمة ترجف بالرعود، ونسأل المنان نصرا عاجلا، به يوازن الإمام العادلا، ويفتحا عليه فتحا كاملا، أمين يا من لا يخيب لا مال، يا خير مأمول بلا تقييد، وابق لنا أميرنا المرضيا، عيسى الهمام السند الوليا، واجعل إلهي عيشه مرضيا، بجاه
خير خلقه النبي وآله وصحبه الشهود.